السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه السيريز الجديده ديال بايو سيريز. هذه السيريز اللي بغيت نبقى نعاود لكم فيها على حكايات ديال الشخصيات مرات وشخصيات تمر. اي شخصيه كانت عندها شي بصمه على هذا العالم، بصمه كم تكون سلبيه او ايجابيه، غادي نبقى نجيبهم لكم ونعاود لكم القصه ديالهم. واليوم غادي نهضر لكم على واحد من ابرز واعظم العلماء في تاريخ البشريه. اليوم غادي نهضر لكم على ألبرت أينشتاين. تزاد ألبرت أينشتاين يوم 18 يوليو 1998، تزاد ألبرت أينشتاين يوم 14 مارس 1879 في مدينة أولم في ألمانيا، وكان هو الطفل الأول ديال هيرمان وبولين أينشتاين واللي كانوا من أصول يهودية. بات ألبرت أينشتاين هيرمان كان رجل أعمال وعزيز عليه دي الصفقات ويدخل في ويدير بريكولات، فدخل في واحد الصفقات عمل هو وخوه جايكوب، وقرروا أنهم ينتقلوا من ديك أولم إلى مدينة ميونخ في الصيف ديال 1880. تما فين أسسوا واحد الشركة ديال الهندسة الكهربائية وسموها أينشتاين أند سي. وفي ديك الوقت نيت كانت تزادت ماريا، ماريا هي الشقيقة أو أخت ألبرت أينشتاين، وتزادت يوم 18 نوفمبر 1881 في مدينة ميونخ. كانت الوالدة ديال ألبرت أينشتاين امرأة قارية ولكن كانت سكوتية ومنطوية على راسها وما تتهضرش بزاف، ما عندهاش العلاقات مع الناس بزاف، الشيء اللي خلاها أنها تعلم الأينشتاين العزف على البيانو والكمان فاش كان مازال صغير. في الأول قالت لي كانت ألبرت أينشتاين عنده كفاءة كبيرة في العزف على البيانو وكان عزيز عليه يلعب على البيانو، ولكن فاش زاد كبر ولا مراهق ولا مهتم أكثر بالكمان. وفاش كانت عند ألبرت أينشتاين 4 سنين أو 5 سنين غادي يمر من أول تجربة علمية ليه باش وراه الوالد ديالو واحد البوصله صغيره، وتفاجئ بزاف لانه شاف مهما دور البوصله ديك الابره ديالها تبقى ديما تتشير للشمال. وهنا بدات كتبان على ألبرت علامات ديال الاهتمام بالعلوم وحل المشاكل حتى قبل ما يدخل المدرسه. وفي 31 مارس 1885 دخل ألبرت أينشتاين للصف الثاني في مدرسه ابتدائيه كاثوليكيه كان سميتها بيتر سكول، وكان الأداء ديالو في المدرسة زوين، ولكن غير هو كان بحال ماماه سكوتي ومنعزل وما عندوش دراري صحابه بزاف، ما كانش عاجبو داك المبدأ ديال الطاعة المطلقة، وكانوا تيديروا لهم التدريبات العسكرية في ديك المدرسة، وأينشتاين كان عزيز عليه يبقى غير منعزل بوحده ولا يبقى غير في الدار ويلعب مع أخته. في 1 أكتوبر 1888 فاش كانت عند أينشتاين 10 سنين تقبل في واحد المدرسة أخرى سميتها لويتبولد جيمنازيوم، وهذه المؤسسة واخا كانت رسمية ومحترمة ويعني ومعروفة كانت تتركز غير للغات اللاتينية واليونانية أكثر ما هي تتركز على الرياضيات والعلوم والفيزياء، وكان أينشتاين ما عجبوش الديكور، داك البرنامج التعليمي ديالهم ما كانش داخل ليه راسه، الشيء اللي دفعوا أنه يبدا يقرا راسه ويدير حصص دراسية راسه شخصية خارج المدرسة. وعمو جايكوب كان ديما تيصيفط ليه كتوبه ديال الماط وديال الفيزيك تيكونوا فيهم دوك الالغاز باش يبقى يحلها. وبالاضافه الى ذلك كان واحد الولد صديق العائله ديالهم وكان طالب في كليه الطب تيسلف أينشتاين ديما كتوبه في العلوم وفي الفلسفه والماط، وكان أينشتاين صغير قال لك تيهرد دوك الكتوبه بكل شغف. غير هو الفشل ديال الوالد ديالو المتكرر في المشاريع اللي كان تيدير كان عنده واحد التاثير سلبي على أينشتاين في الدراسه ديالو. فمثلا في عام 1894 فشلات ديك الشركه اللي كان داير الاب ديالو مع عمو في الحصول على واحد العقد مهم، كانوا باغيين يزودوا الكهرباء لمدينه ميونيك ولكن ما حصلوش على داك العقد، ويتنهار ديك الشركه ديالهم واضطروا انهم ينتقلوا هيرمان ومراته وبنته الى ميلانو باش يعاود يخدم مع شي واحد اخر من العائله، وخلاو أينشتاين اللي كان انه كان بادي ديجا المدرسه خلاوه في ميونيك في المدرسه الداخليه بوحده باش يكمل قرايته. بقى أينشتاين وحيد ومنعزل، وزياده على ذلك كان كاره انه يمشي للخدمه العسكريه الاجباريه اللي تتفرض على الالمانيين على عمر 16 عام، فبقى على داك الحال واحد 6 شهور وهو ما يصبرش بزاف، وهو يهرب من ديك المدرسه ومشى فاجئ الوالدين ديالو في مدينه بافيا الايطاليه يوم 29 ديسمبر 1894. والديه فهموا بالزربه المشاكل والورطه الكبيره اللي تورط فيها لانه هرب من المدرسه وهرب من التجنيد، والمشكل الكبير والعويص اللي كان عنده هو انه ما كانش عنده حتى شي مهاره اخرى اللي يقدر يوظفها في شي خدمه ولا شي حاجه، فبان ليهم ان المستقبل ديالو فاشل. والديه زادوا كعاو اكثر ملي قال لهم انه ناوي يتخلى على الجنسيه الالمانيه ديالو باش يهرب من داك التجنيد العسكري، وزياده على ذلك قال لهم عاوتاني باغي يتخلى على العقيده اليهوديه ديالو. بالنسبه لهم كان هذا هو دليل على العزله ديالو من العالم والناس اللي دايرين به، ولكن واخا هكاك
اينشتاين طمن والديه وقال لهم بانه راه مازال باغي يزيد يقرا، واكد لهم انه ناوي يدوز واحد الامتحان باش يدخل المعهد التقني الفيدرالي السويسري في زوريخ اللي هي بوليتكنيك، وهي معهد يعني تقني متقدم ومعروف في ذلك الوقت. فذاك الصيف ديال 1895 اينشتاين جلس الارض بدا يكرد وقرا مزيان الفيزيك والمات باش يوجد داك الامتحان الدخول لمعهد زوريخ للفنون التطبيقيه، الا انه ما نجحش في المحاوله الاولى ديالو. فاقترح عليه المدير ديال ديك الكليه التطبيقيه انه يمشي يدوز واحد العام في واحد المدرسه ثانويه سويسريه اخرى في مدينه اراو، قال ليه وقرا عاوتاني استعد الامتحان مره ثانيه. وفي اكتوبر 1896 اخيرا نجح اينشتاين في امتحان الدخول وقدر انه يلتحق معهد الفنون التطبيقيه في زوريخ، على الرغم من انه كان مازال ما وصلش للسن الادنى الرسمي للدخول اللي كان هو 18 عام. والتحق بواحد البرنامج تدريبي ديال المعلمين اللي فيه 4 سنين واللي كان غادي يأهلو باش يولي مدرس ثانوي اما متخصص في الرياضيات او في الاولى في الفيزياء. وغادي يجيكم هذا القرار انه بغى يولي مدرس قرار مفاجئ وغريب، حيت ان اينشتاين كان تعيس في المدرسه فاش كان في ميونيخ، وكان عزيز عليه يقرا غير في الدار بوحدو، والتجارب ديالو مع المدرسين ديالو داكشي ما كانش تجارب زوينه، ولكن ربما كان هذا الاختيار هو محاوله منه باش يوصل لواحد الحل وسط مع العائله ديالو اللي كانت تعاني من مشاكل ماديه في ذاك الوقت، حيت المصنع اللي كان مسير باه هو وعمو دار فايت عام 1896 وخسروا بزاف ديال الاموال الاسره. على الرغم من ان اينشتاين كانت عنده واحد الرغبه في دراسه الفيزياء واتقانها بكل اشكالها، كان ايضا مدرك على اهميه تامين واحد الدخل يكون ثابت باش يقدر يعاون راسه ويعاون العائله ديالو. فاش كان اينشتاين تيقرا في زوريك دار بزاف ديال الصداقات اللي غادي يكون عندها واحد التاثير قوي على حياته من بعد. من بين هاد الصداقات كان مارسيل غروسمان، طالب في الرياضيات اللي كان كبر من اينشتاين بعام، واللي غيساعد اينشتاين من بعد باش يلقى واحد الوظيفه في مكتب البراءات الاختراع في بيرن. وايضا ولات عند اينشتاين واحد الصداقه حميمه مع واحد البنت سميتها ميلفيا، بنت من اصول هنغاريه وكانت هي البنت الوحيده اللي تتقرا معاهم في القسم، طار بها الجنين. وتحولت هاد الصداقه ديالو معها الى علاقه عاطفيه قويه في الصيف ديال 1900. ومن بعد ما تخرجوا من بوليتكنيك بواحد الفتره قصيره خبرات ميلفيا اينشتاين انها حامل، وبالرغم ان اينشتاين قال لها انا ناوي نتزوج بك، الا ان والدين ديال اينشتاين كانوا رافضين تماما بسبب اختلافات في الثقافه وفي الدين. مشات ميلفيا فاش كانت حامله جلست مع العائله ديالهم واحد المده حتى ولدات واحد البنت صغيره، وتيقولوا ان هاد البنت مسكينه اما ماتت وهي باقا صغيره او لا والدين ديال ميلفيا عطاوها لشي واحد اخر باش يتبناها. يوم 28 يوليوز 1900 خدا اينشتاين الدبلوم ديالو كمدرس في الرياضيات واخيرا، ومن موراها بفتره وجيزه خدا حتى الجنسيه السويسريه، ولكن ما قدرش يلقى اي وظيفه ديال التدريس في حتى بلاصه في سويسرا، وكان مضطر انه يبدا العمل في الحكومه السويسريه كمسؤول براءات الاختراع في 16 يونيو 1902. ايوا غير استقر اينشتاين ولا عنده الدخل الثابت هو يضرب بواحد التجويجه هو وميلفيا في بيرن يوم 6 يناير 1903. ومن بعد الزواج ديالهم غادي يكونوا عندهم جوج ديال الاولاد اللي هما هانز اللي غادي يتزاد في 14 مايو 1904 وادوارد اللي غادي يتزاد في 28 يوليوز 1910. واخا اينشتاين كان يخدم النهار كامل كموظف براءات الاختراع الا انه استمر في العمل ديالو على الفيزيك في الليل، وشكل واحد المجموعه علميه هو ودراري صحابو سماها اكاديميه الاولمبيا، وهذه المجموعه كان فيها صاحبو موريس سولوفين وصاحبو الاخر كونراد هابتشيت. واخا اينشتاين كان طير في الفيزيك الا ان الاطروحه ديالو في الدكتوراه اللي صيفط للمؤسسه ديالو ترفضات. تما قام البرت اينشتاين بارسال 4 ديال الاطروحات لواحد المجله علميه المانيه سميتها اناليس دي فيزيك ما بين مارس وسبتمبر ديال عام 1905، وهاد الاطروحات اللي صيفط غادي تقوم بتغيير قوانين الفيزيك الى الابد، وغادي تغير المفهوم ديال الضوء والمفهوم ديال الماده والفضاء وحتى المفهوم ديال الوقت الى الابد. في 15 يناير 1906 اخيرا غادي يحصل اينشتاين على الدكتوراه ديالو من جامعه زوريخ، وبدا تيتلقى عروض عمل في جميع انحاء سويسرا، ولا اخيرا استاذ ديال الفيزيك النظريه في جامعه زوريخ عام 1912. في نفس هذاك العام
بدا اينشتاين في التعاون مع الصديق ديالو القديم مارسيل غروسمان باش يزيدوا يطوروا النظريه العامه للنسبيه. ولكن اللي في اينشتاين ما يهنيه، في نفس ذاك العام بدا واحد العلاقه خارج الزواج ديالو مع بنت اخته الاولى اللي سميتها إلسا لافندال، وغادي ينتهي الامر بهم انهم غادي يتزوجوا يوم 2 من يونيو 1919، 3 شهور ونص فقط من بعد ما يطلق اينشتاين الزوجه ديالو الاولى ميلفيا. ولكن بالرغم من كل هذه المشاكل الشخصية اللي كانت عنده، قدر اينشتاين انه يكمل الصياغة دياله النظرية النسبية العامة، ولا كذلك المدير العام لمعهد القيصر فيلهم للفيزياء في ألمانيا. وفي 29 ماي 1919 تما فين اينشتاين غادي يولي من اشهر العلماء في العالم، والشهرة دياله غادي تمشي صاروخية بعد ما قدروا بعض العلماء اخرين يكتشفوا الظواهر اللي تنبأت بها النظرية النسبية العامة ديال اينشتاين خلال واحد الكسوف ديال الشمس اللي كان وقع في ديك نفس السنه. وتم الاعلان على هذه الاخبار كامله اللي اكدت النظريه ديال اينشتاين في واحد الاجتماع احتفالي كبير للجمعيه الملكيه في لندن. ومن بعدها ولا اينشتاين من اكبر المشاهير في العالم. وفي هذيك الوقيته كانت كتبات جريده لندن تايمز في اول صحفاتها على هذا الحدث قائله: ثوره في العلوم، نظريه الكون الجديده تطيح بالافكار النيوتونيه. ومن بعد هادشي كل شيء غادي يتاح لإينشتاين الفرصة باش يزور الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في حياته ما بين الفترة ديال 2 أبريل و 30 مايو 1921. وخلال هاد الزيارة ديالو تحت ليه بزاف ديال الفرص باش يلقي محاضرات في العديد ديال الجامعات الأمريكية المرموقة، وكذلك تحت ليه الفرصة باش يتلاقى مع العديد ديال المشاهير بما فيهم الرئيس الأمريكي هاردينغ والممثل المشهور تشارلي تشابلن. وفي نوفمبر ديال سنة 1921 غادي يحصل اينشتاين على جائزة نوبل في الفيزياء على كاع ديك الخدمة اللي دار في نظرية الكم اللي هي كوانتم ثيوري، وخاصة اللي اكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي. وفي غشت ديال عام 1932 غادي يتم تعيين اينشتاين في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة برينستون، وكان تيفكر انه غيبقى يقضي 6 شهور في برينستون و 6 شهور في برلين. ولكن ولسوء الحظ في نفس ذاك الوقت بدات كتبان النازيه في المانيا من بعد ما وصل ادولف هتلر للسلطه. اينشتاين كان تينتقد علنيه هذه السياسات القمعيه ديال الحكومه الاشتراكيه الالمانيه، ودفعته التطورات انه يستقيل من الاكاديميه البروسيه للعلوم في برلين وتنازل لهم حتى على الجنسيه الالمانيه. ومن بعدها رحل هو ومراته لواحد دار صغيره على سواحل بلجيكا، وباش ترد عليه الحكومة الألمانية صادرت حساباته وحسابات زوجته البنكية كاملة، وخدت ليهم حتى واحد الفيلا الصيفية اللي كانت عندهم بالقرب من برلين، وقامت بالحرق ديال المنشورات العلمية ديالو كاملين أمام الجميع. وتيقولوا أنه كانت صدرت واحد المجلة ديال واحد المنظمة نازية اللي كانت مدعمة من طرف الحكومة، وكان منشور على الغلاف الأول ديالها صورة ديال إينشتاين وتحت منها العبارة ديال لم تشنق بعد، وكانوا تيقولوا أيضا أن كانت هناك فدية على راسه. وبسبب هالظروف كاملين خاف إينشتاين على حياته وعلى حياة مراته، وانتقل إينشتاين للولايات المتحدة الأمريكية هو والزوجة ديالو عام 1933. ولكن ولسوء الحظ مرضات ليه المرأة ديالو إلسا فترة وجيزة من بعد ما وصلوا الأمريكان، ولو عنده واحد المضاعفات في القلب وفي الكلوة، وتوفيات يوم 20 ديسمبر 1936. وفي نهار 2 غشت 1939 وقع إينشتاين على رسالة إلى الرئيس فرانكلين دي روزفلت تيطالبوا فيها على تسريع تطوير القنبلة الذرية. هذه الرسالة كانت تتحذر الولايات المتحدة الأمريكية من أن ألمانيا غادي تقدر تطور القنبلة الذرية قبل منهم، واقترحت عليهم هذه الرسالة باش يبداو حتى هما البرنامج النووي ديالهم. وعلى الرغم من أن إينشتاين في هذيك الوقت كان ولا مواطن أمريكي، تمنع من المشاركة في هذا المشروع ديال تطوير القنبلة الذرية لأن الحكومة الأمريكية كانت خايفة أنه يقدر يكون جاسوس ألماني. وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تطوير أول قنابل ذرية اللي من بعد غادي يطيحوهم على هيروشيما وناغاساكي في اليابان يوم 6 من غشت 1945. وفي عام 1959 غادي تعرض إسرائيل على إينشتاين باش يولي الرئيس الحكومة ديالهم، إلا أنه رفض وقال: تأثرت بشدة بهذا العرض اللي قدمته ليا، ولكن في نفس الوقت أنا حزين وحشمان لأنني ما غاديش نقدر نقبل هذا العرض. حياتي كاملة وانا تنتعامل مع امور موضوعيه، فلهذا ما انا ما عنديش الكفاءه الطبيعيه والخبره باش نتعامل بشكل صحيح مع الناس ونمارس الوظائف الرسميه.
غادي يتوفى ألبرت أينشتاين في نيو جيرسي يوم 17 أبريل 1955، وكان عمره 76 عام، وغادي يتم تحويل معظم الأبحاث اللي دار إلى الجامعة العبرية في القدس. قبل ما يموت أينشتاين كانوا سولوه أشنه هو أكبر أسف أو أكبر خطأ اللي درتي في حياتك، ويقول لهم أن الرسالة اللي رسل فرانكلين روزفلت واللي حتتو فيها على تطوير القنبلة الذرية كان للأسف هو أكبر خطأ داروا في حياته. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم هاد السلسلة ديال بايو سيريز، نتمنى تكون عجبتكم الحلقة ديال اليوم اللي هضرت على ألبرت أينشتاين، واحد من أعظم العلماء اللي شافتهم البشرية. بتنساوش تخليوا لي في الكومنتير اشنا هي الشخصية التاريخية اللي تبغوني نهضر لكم عليها. راكم عزاز وتنبغيكم من قلبي، وبالسلامة عليكم. قبل ما نمشيو بعدا، ديما برشلونة.